كيف أموركم وكيف الأجواء في عرعر هناك؟ براد الحمد لله. زورونا. عندنا وعندكم بخير الله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتمام التسليم. خلي بس ناخذ حاجة بس كذا نقول إنه طبعا هذا الآن احنا عرضنا عدد كبير جدا من البرامج الوطنية، والآن عرضنا اللي هو برنامج الخلع لكل مستشفى تقريبا مستشفيات الشمال، والآن إن شاء الله حنحاول أن نبدأ مثل ما انتهينا في اللقاء الأخير اللي طلبتوا منكم يكونوا أنتم تكونوا في البداية، وأيضا حكون معكم بإذن الله جارتكم القريات. نبدأ بالتعريف من عندنا هنا ثم نروح من عندكم إن شاء الله بإذن الله. تفضل دكتور. السلام عليكم ورحمة الله. أفضل بس أعرف الحضور لو سمحتوا. أنا ثامر الحسين، أنا طبيب جراحة عظام الأطفال. أتوقع أنتم عارفين الجماعة اللي موجودين معنا، بس نتعرف على الموجودين. دكتور مصطفى، استشاري جراحة العظام مستشفى عرعر المركزي. سعود نايف الرويلي، المساعد للخدمات العلاجية بالنيابة. عبد الله عنزي، منسق إداري ومشرف على مركز خدمة التعاون الصحي بعرار. الله يحييك. دكتور الله يبتيك. دكتور رياض أبو حليم، المدير الطبي بالإنابة. حياك الله يا دكتور رياض، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. الله يحييك. احنا طبعا بعد الاجتماع الماضي اللي اجتمعنا فيه مع مختلف المناطق، وانتم كنتم يعني من اهم المناطق اللي حاضره ومشاركتكم كانت فعاله جدا، خصوصا ما ذكر الدكتور مصطفى، اذا ماني غلطان انا ذكر الدكتور مصطفى بعض الاشياء المتعلقه بمستشفى عرعر والانشغال الكبير بحالات الحوادث الموجوده هناك عن الحالات الالكتف، خلينا يعني نقول من ضمنها البديات الاورثوبيدكس يعني. فلما انتهى الاجتماع احنا لخصنا تقريبا المشروع هذا اللي خلوع الولاديه والمشروع المشترك، او خلينا نقول البرنامج المشترك لعلاج خلوع الولاديه، الى تقريبا الى حزمتين اساسيه. الحزمه الاولى اللي هي الحزمه التنسيقيه المتابعيه للامراض المشكله هذه، وهذه راح تطبق في المستشفيات اللي يكون فيه اشكال من تنفيذ العمليات هذه للاطفال صغار السن في المراكز نفسها. يعني إذا كان مثلا المستشفى ما يوجد فيه أطباء أطفال، ما يوجد فيه أطباء تخدير للأطفال مختصين، وفيه خطورة عما لإجراء العمليات هذه في المركز نفسه، راح تجرى العمليات في مستشفى الملك فيصل التخصصي من خلال زيارة واحدة فقط. راح يتم طبعا قبلها التنسيق مع المركز في جمع الحالات هذه وتنسيق وصولها للرياض. لما تجرى العمليات هذه المريض يرجع لمنطقته في عرعر، وتكون المتابعة هناك في عرعر كاملة، تغيير الجبس والمتابعة التأهيلية بالكامل طبعا تحت إشراف الفريق الطبي المشترك، بحيث أنه نتشارك برؤية الأشعة، نتشارك بالإشكالية أو شكوى حقة المريض، لحد ما يعني يوصل المريض تقريبا. عادة أطفال صغار السن إلى قبل 3 سنوات لما تجرى لهم العمليات عادة يتعافون من العملية تقريبا في غضون 6 شهور إلى سنة من العملية. وبهذه الطريقة أنا أشوف أنه يكون وفرنا أموال كبيرة على الشؤون الصحية في عرعر، من تقريبا متوسط 10 زيارات المستشفى الملك فيصل التخصصي، مدفوعة التذاكر للطفل ووالديه، ووفرنا كثير من العناء للأهل، سفرهم بطفل في جبس هائل الحجم ثقيل الوزن. كمان يعني راح تكون خبرة الطاقم الطبي في مستشفى عرعر ازدادت بشكل كبير، بسبب انهم عدد الحالات ازداد عندهم للخلوع الولادية اللي تم علاجها جراحيا. هذا هو الجزء الاول، او خلينا نقول الجزء الحزمة الاولى من برنامج الخلوع الولادية. الحزمة الثانية اذا كان فيه استعداد طبي واستعداد خلينا نقول وجاهزية بالامكانات الطبية لاستيعاب عمليات الخلوع الولادية، وفيه كمان الحماس من قسم جراحة العظام خاصة بعض أعضاء جراحة العظام لتعلم عمليات الخلوع الولادية، ممكن من خلال التنسيق يتم ترتيب إجراء بعض العمليات في المركز الطبي هذا، بحيث أنه خلال مثلا سنة أو أقل أو أكثر يكون المركز الطبي هذا مركز مستقل في علاج الخلوع الولادية جراحيا ومتابعيا حتى. فاللي فهمته أنا من الدكتور مصطفى في اللقاء الماضي ان عرعر يعني فيما يبدو قسم العظام الطاقه البشريه عنده ما تستوعب عمليات متكرره بالشكل هذا، يعني فيما يبدو ان الحوادث والكسور ماخذه معظم الاسره الى حد كبير، وماخذه معظم وقت العمليات. فمبدئيا
قد يكون الحزمة الأولى اللي هي التشخيصية والتنسيقية والمتابعية قد تكون أنسب المستشفى عرعر، بحيث أنه الكلام اللي ذكره بعض الزملاء في المراكز الثانية أنه قائمة الانتظار لمستشفى الخلع الولادية أو لأطفال الخلع الولادية امتدت إلى سنتين، وأتوقع الدكتور مصطفى يعرف أنه إذا تركت طفل الخلع الولادية سنتين راح تكون العملية أصعب وراح تكون النتيجة النهائية أسوأ قطعا. فإذا فتحنا احنا قناة التعاون هذه بحيث أن الطفل يشخص مستشفى عرعر عن طريق العيادة المشتركة، تجرى لها التحاليل الأولية، وبعدين يعطى تاريخ العملية في مستشفى الفيصل التخصصي، بحيث أنه يجي مباشرة للتنويم والإجراء العملية، ومن ثم العودة للمتابعة في عرعر. في السابق اللي الروتين اللي حاصل الآن أنه مستشفى عرعر سواء الدكتور مصطفى أو الأطباء الثانيين لما يشخصون الحالة هذه يرسلون تحويل لنا للمستشفى، تقبل الحالة هذه على موعد في العيادة، قد يكون موعد بعد شهرين ثلاثة شهور من القبول، يوصل للعيادة يكون مصدوم الأب، يكون مجهز نفسه أصلاً للعملية، فيجي نقوله لا أنت راح تدخل في قائمة انتظار للعمليات، العملية راح تكون بعد ثلاثة شهور أربعة شهور تقريباً، زيارة أخرى للتنويم، وبعدين زيارتين وثلاث زيارات لتغيير الجبس في نفس السنة، ثم زيارات متتابعة لمتابعة التحسن السريري للطفل. فإذا استطعنا بجهود مشتركة من الطرفين أن نقلص الجهود هذه كلها في زيارة واحدة، أنا أتوقع أن المكسب كبير للجميع، المكسب لمنطقة عرعر وشؤون الصحية بعرعر، المكسب للمريض، والمكسب مستشفى الملك فيصل التخصصي أنه سوى عملية ساعد مريض بدون متابعة في العيادات. وأنا أترك لكم بقية الحوار لأنه أتوقع إذا كان في أي أسئلة أو أي استفسارات. دكتور سامر، مشاكلنا طبعا حضرتك على الاهتمام، هو فعلا عندنا كمية خلع الولادة اللي موجودة في المنطقة الشمالية كبيرة جدا، يعني تقريبا في العيادة بنشوف حوالي كل عيادة عندي ثلاث عيادات في الأسبوع، تقريبا كل عيادة بشوف من خمس ست حالات، يعني نسبة مهولة جدا. احنا المستشفى المركزي بتغطي تقريبا مستشفيات بتاعت الحدود الشمالية كلها، مستشفى طريف ومستشفى الأمير عبد العزيز ومستشفى رفحة، كل الحالات دي بتتحول علينا، يعني تقريبا كل المنطقة الشمالية كلهم بيصبوا على المستشفى بتاعتنا. هو بالنسبة لنا اللي احنا بنعمله بالنسبة للعيانين اللي هم أقل من سنة بنعملهم كلوز ريدكشن وتونوتومي، الدكتور تونوتومي وهيب سبايك ثلاث شهور، تقريبا نسبة النجاح البروتوكول ده معانا أكتر من تقريبا 90%، يعني معظم العيانين كلهم بيخفوا على البروتوكول دول. مشكلتنا كلها في العيانين اللي هم بعد السنة اللي بيحتاجوا بلفيك أوستيوتومي وبيحتاجوا أوبن ريدكشن وبيحتاجوا ممكن دي روتيشن أوستيوتومي في الفيمر، دول اللي بيتأخروا معانا. احنا ما يعني على سن سنة وشهرين سنة وثلاث شهور بنحاول معاهم كلوز ريدكشن، ومع دكتور تونوتومي طبعا بنحافظ على ما يحصلش فاسكون كروس للهيد على قد ما بنقدر، وبعدين بنحولهم نكتب لهم، يعني بندخلهم نعمل لهم الكلوز ريدكشن وبنحولهم في نفس الوقت. التحويل بيجي بعد ثلاث شهور، وبعد ما التحويل بيجي ممكن العين يروح هناك، يعني في بعض الاحيان احنا جالنا طفلة كان عندها سنة حاولنا معاها ان احنا نعمل لها كلوز ريدكشن، رفضت تماما الطفله وقالت احنا محتاجين الرياض، راحت الرياض وتابعت هناك، جات لنا على سن 3 سنين ونص ما اتعملهاش حاجه خالص، وطبعا حصل ميجريشن للهيد اب، وطبعا هتخش في مشاكل تانية كتير، شورتنينج ودي روتيشن استيوتومي وبلوكستيوتومي، قصه كبيره كده. وطبعا احنا بالنسبه لنا الاستيوتومي والحاجات دي ما بنشتغلهاش، نحاولها دايما الرياض. فالبروتوكول حضرتك ماشي عليه ده هيبقى كويس جدا، هيفيدنا. احنا بالنسبه لنا ماشيين دلوقتي يعني من حوالي اربع سنين معظم الحالات بنحاول نكتشفها بدري، بنوصل الناس اللي هم في مستشفى الاطفال اي حاله عند بريتش بريزنتيشن اللي هي الهايلي ريسك كيس بيبعتوها لنا، احنا بنتابعها بنشوفها عند من الولاده بشهر وبعدها بثلاث شهور اربع شهور لحد ما نطمن ان ما فيش خلع ولاده خالص، وبتكمل عندها خلع ولاده بنبدا نتعامل معاها. الحمد لله نتائجها ممتازه جدا. احنا مشكلتنا كلها في العيانين اللي هو نيجليكتد، اللي هو بيبقى ما بيكتشفهاش اللي عند سنه ونص لما بيبدا يمشي. فاقتراح حضرتك ده ممتاز جدا، احنا موافقين عليه، بس احنا كنا عايزين نعرف من حضرتك بس البروتوكول اللي ماشيين عليه في المستشفى عندكم، يعني انتوا امتى بتعملوا اللي هو الكلوز ريدكشن مع التونوتومي، وامتى بتشتغلوا على اللي هو البلفيك استيوتومي، وامتى تشتغلوا الاوبن ريدكشن ودي روتيشن استيوتومي. البروتوكول لما يكون واضح قدامنا احنا برضو نقدر نتعامل مع العيانين. ولما ننسق معاكم ان العيان لما بيجي لنا وننسق مع حضراتكم ونبعت لكم الاشعاعات ونعمل التحليل اللازمه، والعيان لما يجي لنا عند سنه ونص ونبعته على طول يعمل الاستيوتومي واحنا نتابعه ما فيش مشكله، النتائج اكيد بتبقى احسن ما العيان بيروح هناك وياخد موعد جديد، وست شهور في ست شهور بتاخر العيان بيبقى المشاكل اكثر. فلو قدرنا نوصل للمرحله دي يبقى طبعا كويس جدا.
شكرا جزيلا دكتور مصطفى. انا سعيد جدا بوجودك صراحه يعني. طيب. ما اخفي سعادتي يعني وجودك والله يعني. في ضرورة حاجه اعرفكم بفريق العمل اللي حيشتغل معاكم باذن الله، الاختين اللي هم تفضلي بدويه وبعدين عندك اللي هي بدويه محمد محمود. انا منسقه عياده المرئيه او الفيرشوال كلينيك، ما ادري تعرفوها يعني، قد سمعت عنها يا دكتور؟ لا ما تعاملناش معها. انا اللي اتعامل معها يا اخت بدويه. اكيد عبد الاله احنا لسه اول عبد الاله يعرف. عبد الاله المفروض تعملها يعني برونونسيشن في الـ في الـ في المستشفى عندكم. العيادة المرئية خلي علم تعرف وبعدين نرجع تاني شوية نبدأ تعرف. طيب على المدينة أنا برضو تابعة للبروجرام بتاع سيرجي البروجرام، يعني كل الليست المفروض الدكتور يحطها من عندكم من هناك، وإحنا بنقوم بكل الواجبات والدكتورنا من هنا بيمشي من عندكم يعمل العملية. نحتاج بس للليستة، وطبعا عبد الإله عارف كيف يرسل لنا الليستة بتاعت أكيد. واحنا بنعمل يعني بنوفر للطبيب اللي بيروح من هنا بتاع الجراحه، بنوفر له السكن هناك وبنوفر له التذاكر والمين اللي بيمشي معاه وكل الاشياء المطلوبه، وبيعمل العمليات وبيجي فتره على حسب الليسته اللي بترسلها لي. طبعا عندنا ايضا الاستاذ علي السفياني معنا هنا موجود ايضا، هو يعمل لكم اي شيء لوجستي اذا احتاج المريض من بعد العمليات مثلا من التبعات من زي ما تقول اللي هي. تفضل. السلام عليكم جميعا، صباح خير. السلام عليكم ورحمه الله. علي السفياني منسق مكاتب المستشفى الملك فيصل التخصصي في المملكه. طبعا احنا على استعداد باذن الله ان شاء الله انه نساعد ونساهم في انجاح هذا مثل هذه البرامج اللي تفيد المواطن والمرضى في مناطق في جميع مناطق المملكة إن شاء الله بإذن الله. وأي طلبات إحنا إن شاء الله بإذن الله نسعى جاهدين بإذن الله نقوم بتوفيرها. تفضل دكتور. يعطيكم العافية. أول حاجة نشكر بسم الله الرحمن الرحيم، ونشكر لكم أنكم أعطيتونا الفرصة أن نكون حنا في المقدمة في تطبيق هالبرنامج هذا، وإن شاء الله نكون عند حسن الظن، وإن شاء الله نكون في تعاون مثمر ويكون نموذج للتعاون مع المستشفيات الأخرى. حنا في المديرية الشؤون الصحية في عرعر راح نقدم ما نستطيع من دعم لوجستي، من كوادر، أي شيء محتاجينه هنا في المستشفى حنا ممكن نقدمه لهم، ما عندنا مشكلة، على استعداد تام للتعاون. إذا واجهتوا أي مشكلة في التعاون أو أي عوائق، أعتقد الدكتور أخونا عبد الإله بيتواصل معكم دائما. إذا كان في أي خلل أو أي مشاكل نرحب نسمعها ونحل مشاكل هذه. كيف نبدأ دكتور؟ أول شيء أشكر الجميع، يعني المشاركة والرغبة في المساعدة في المشروع هذا واضحة جدا في مركز عرعر. وأنا يعني خاصة وجود الدكتور مصطفى أشوفه يعني يعد بخير كبير جدا للمنطقة وللمرضى اللي يعانون من الإشكالية هذه. بس إنه يعني إذا إحنا رغبنا جميعا إن نبدأ على الأقل مبدئيا في خلينا نقول الحزمة التشخيصية المتابعية للمرضى بدون عمليات تجرى في عرعر، في هناك بعض الإمكانيات اللي يجب توفرها. يعني أنا مثلا ما أعرف إمكانيات قسم العظام، الدكتور مصطفى أخبر مني في المسألة هذه، هل ممكن تفريغ بعض الاستشاريين أو بعض الأخصائيين ذوي الخبرة أنهم يكونون مسؤولين عن العيادة المشتركة هذه؟ هل يوجد مكان للعيادة المشتركة هذه بحيث أنها تستقبل فقط الخلوع الولادية ومتابعتها؟ فهذه أشياء مهمة يعني. وهل يوجد مثلا يعني الدكتور مصطفى يمكن برضو عارف الإمكانيات، هل يوجد ناس يستطيعون تغيير الجبس هذا السبايكل البروميستيك كاست ايزي وذاوت يعني بسهوله بدون اشكاليات وضغط عملي عليهم هم وعلى المستشفى؟ هذه هي اتوقع حجر العثره الاساسي في مشروع التشخيص والمتابعه. اذا الدكتور مصطفى يرى ان القسم قادر على تشغيل عياده مثل هذه بحيث انه مثلا يحضر فيها متوسط ما بين مريضين الى 3 مرضى، تغير لهم الجبس الكبير للجبس الصغير، واحنا نتشارك بالأشعة ونتشارك بتقارير العمليات ونقرر جماعيا لمتابعة المريض وخطة المتابعة، فمعناته عرعر جاهزة بإذن الله. واحنا ممكن نبدأ من الآن أنا والدكتور مصطفى
نخطط للبروتوكول الطبي للحالات خلوع الولادية بناء على الأعمار، ننسق فيما بيننا البروتوكول الطبي اللي راح يتبع للحالات في البرنامج المشترك هذا. هو خلاص فعلا مشكلتنا احنا عندنا زي ما حضرتك عارف حوادث كتير. هي الطاقم الطبي عندنا 2 استشاريين، دكتور احمد سيف استشاري رئيس القسم، وانا دكتور مصطفى معاه استشاري، وفي عندنا 3 اخصائيين، وعندنا 4 مقيمين، ده كل قسم العظام طبعا على الحدود الشماليه كلها، مغطين المستشفيات كلها من تحويلات وحاجات زي كده وحوادث. بس طبعا عشان مصلحه المريض لازم نقدر نوفر، حتى لو كان يبقى فيه لود زياده علينا مفيش مشكله، نقدر نوفر عياده ونقدر نتابع المرضى دول عشان يستفيدوا، مفيش اي مشكله خالص من ناحيتنا. احنا بس الدكتور احمد سيف في اجازه، هيرجع ان شاء الله الاسبوع الجاي، هننسق معاه برضو ونشوف هنقدر نوفرها ازاي. اكيد الدكتور احمد سيف هياخد جزء من العياده وانا هاخد الجزء الثاني من عياده الاطفال، وننسق مع المرضى دول باعتبار ان كل العيانين تقريبا بيجوا لنا في المنطقه الشماليه كلها بيجوا لنا واحنا بنتابعهم، فاحنا محتاجين نقدم لهم خدمه كويسه يقدر العيان بيها يستفيد ان شاء الله. فهو الدكتور احمد ان شاء الله هيبقى موجود الاسبوع الجاي، هنقدر ننسق معاه ونعرف بالظبط هنقدر نعمل ايه ونوفر العياده دي ازاي. حتى لو انا باخد 3 عيادات ممكن اخلي منهم عياده للاطفال بس، ودكتور احمد سيف بياخد 3 عيادات ممكن يخلي منهم عياده للاطفال بس، يبقى عندنا عيادتين للاطفال موجودين طول الاسبوع في المستشفى. ممكن الاطفال ممكن واحده في الاسبوع تكفي. نعم هي الحالات نعم. كثير يعني العياده المشتركه يا دكتور مصطفى اللي راح يدخلون فيها المرضى هذول حقين خلوع الولاديه، اللي سواء يعني هم نوعين من المرضى، سواء مرضى راح يحولون للتخصصي للعلاج او مرضى يتابعون بعد العلاج بالتخصصي. الاشكاليات نعم ممكن يعني من وقت لوقت تدخل بعض الحالات اللي ترون انها تحتاج لتحويل الرياض في مساله تسريع، لكنها ما راح تكون داخله ضمن البرنامج. البرنامج خاص فقط للخلوع الولاديه، لانه احنا عارفين ان الحاجه كبيره لها جدا، وانه وقت العمليات يجب التسريع فيه. يعني حتى انا اكلم الاستاذ ابو عبد الله استاذ اسعد البارح، انه انا عندي يومين عمليات في الاسبوع، واذا عملت بالبرنامج هذا يحتاج انا غرفه عمليات ثالثه في الاسبوع كمان، لانه انا عندي قائمه انتظار طويله، واذا فتحت الباب للعرعر والقريات انه يحولون مباشره ما نتاخر على المرضى، يحتاج برضو قائمه عمليات خاصه للمرضى هذول، بحيث ان لما يحولونها من عرعر او من القريات مباشره خلال شهر ونص بالكثير يكون لهم تاريخ عمليه محدد يبلغهم مستشفى عرعر فيه، بحيث انهم يجون مباشره للتنويم وللعمليه. خلاص ممتاز تفضل. يعني انا بس ابغى شويه اخبركم شويه على الفيرشوال كلينيك او العياده المرئيه هذه، قد يعني يتم اتفاق انه يعني تقدروا يوتلايز ات على انه تستفيدوا منها المرضى العياده المرئيه هي عياده عبر الفيديو كونفرنس. انت اف يو تشوز يور اون بيشنت، مثلا جاب هنا المريض عملت له العمليه الحين يو سند هيم هوم، بعد 6 اسابيع بتخليه يجي ثاني. بدل ما انا يجي مثلا الرياض مره ثانيه، احنا وي كان يوتلايزد في عرعر عبد الاله يلصق لنا مثلا البيشنت تبع 4-5 حالات. جميل. دكتور مصطفى يكون موجود من الناحيه هذه على اليوم المعين هذا، انت تكون تعرف الحاله يا دكتور سامر، هو يعمل له الاسسمنت المطلوب، يطلب له بيكون you are the backup for him. نعم قطعا في الاول. طيب قطع. نعم قطع. مثلا لمده ساعه بيشوف الخمسه حالات هذه without need to come here. نعم. تقول مثلا خلاص احنا بنشيل الجيبس بنسوي كذا، you reassure المريض انه نعم. انت موجود، هو he will understand what he needs to follow up with the doctor. نعم. with those المرضى اذا محتاجين يجوا هنا بيجوا، بيكون الفولو اب يتم عندهم من غير الحاجه انه يجي هنا مبدئيا. ممكن. والثانية البيشن اللي يكونوا مثلا you suspecting them، مثلا جات طفلة عمرها سنة ونصف، هذه مثلا انت بالحوالة العادية بتبعتها الرياض. طيب بيجي هنا ريفرنس انه البيشن هذا احيانا تجي للسنة. طيب دكتور تامر يجي له هذا الريفرنس يشوفهم فيرشوال كلينيك مثلا، هذه حالتها سفير تستدعي انها تيجي. you accepting it. واحدة ثانية او حالة ثانية with the help from there they assess the patient، مثلا لا والله انا ابغى لها فحوصات، ابغى لها اكس راي، الاكس راي حقها مثلا تنتظر 3-4 شهور، احنا وعندنا امكانيه انه نعرض لك الاكس راي في الشاشه. جميل. من غير او سي دي. ايوه او نعم. نعملها من هناك وبنسحبها من هنا وبنعطيك سي دي بتشوفها. هذا مطلب، انا اتوقع دكتور مصطفى يوافقني يعني ان احنا نشوف الاشعه مع بعض في العياده. اه ماشي. قرار جماعي على الحاله يعني. ايوه الحاله تكون في عرعر قبل ما تيجي عندنا هنا في الرياض. احنا بس المتبقي
حاجه واحده، انه احنا ننسق برضو كمان مع اهليه العلاج التخصصي، كيف انه الحالات هذه لما نشوفها احنا هنا انا والدكتور مصطفى مثلا ونقرر انها هذه حاله تحتاج التحويل، يفتح لها الملف مباشره. وبدال ما تجي عندي بالعياده خلاص الدكتور مصطفى والطاقم الطبي اللي معاه راح يسوي لها الفحوصات اللازمه، يتاكدوا من جاهزيتها للعمليه وتجي للتنويم مباشره، بدال ما تجي في موعد عياده ومن ثم عمليه بعده. انا عندي كويس هيوفر على المرضى طبعا. دكتور ثامر تفضل. فيه لنا تجربه بال انترفنشنال راديولوجي. نعم. في لهم نموذج مخصص للاحالات احالاتهم بالغالب. نعم. بالغالب يعني اسبوع بالكثير يكون المريض مقبول ورايح مسوي عمليته وراجع، يعني بالنسبه للانترفنشنال راديولوجي. نعم. والقبول المرضى دايركتلي يتحول الحالات هذه للمنسق الخاص بالتخصص اللي هو سعد. جميل جدا. انا والاستاذ اسعد بنتواصل ان شاء الله هذا الموضوع باذن الله. فبقول لك هذه اشكاليه يعني اداريه عندنا في المستشفى باذن الله راح تنحل، بحيث انه الاوراق اللازمه راح يتواصل معك مثلا المسؤول من اهليه العلاج في التخصصي ياخذ منك الوثائق اللازمه وتفتح. احنا عندنا طريقه بسيطه نستخدمها دائما لما تحول تحول الحاله، تكتب تقول فيها انه هذه الحاله نوقشت مع سعاده الدكتور ثامر وانها يا كذا كذا، فتتحول له مثلا، ما تحول مثلا لالياس ولا للانسان الثاني. نعم. كيف ولا زايد ولا اي احد، فتقول خلاص هذا البيشنت انه خلاص انه معروفه بالكيس هذه موجوده فيها في الملاحظات. لا واحنا انا اوافقك انه يكون في فورم خاص للبرنامج، فورم قبول خاص للبرنامج، بحيث الدكتور مصطفى ما ياخذ وقت طويل في تعبيته. صحيح. تم الاتفاق عليها ويوقع دكتور مصطفى خلاص. دكتور سامر ممكن هذا نتفق على ان احنا بالمعنى اللي انا شايفه ده ان احنا هنبقى عياده ثالثه موجوده للمستشفى التخصصي موجوده عندنا بالفيديو. نعم. كونفرنس والحاجات ممكن نخصص يا اما مره في الشهر عياده مره في الشهر نجمع فيها الحالات اللي احنا نقدر نوظفها. نعم. ونشوف فيها الحالات، يا اما عياده كل اسبوعين نتفق انا وحضرتك على عياده كل اسبوعين. نعم. نجمع فيها الحالات اللي اتعمل لها عمليات والحالات اللي احنا عايزين نحولها عليك. جميل. فدي هتبقى انسب حاجه. نعم. انا من ضمن التخطيط الاولي دكتور مصطفى اني راح ارسل لك جدول سنوي بالعياده، بحيث انه العياده مثلا يا اما مثل ما ذكرت مره كل 4 اسابيع ومره في الشهر يعني او مره كل اسبوعين، تكون نصف يوم يا اما صباح او بعد الظهر حسب يعني ما يناسبني يناسبكم انتم برضو في القسم هناك. نجلس احنا ونجمع فيها الحالات، كل حاله مثلا سوي عملت لها العمليه في التخصصي ونحجز لها المتابعه في العياده المرئيه لما تخرج من المستشفى، ونقول لهم راح تراجعوا مستشفى عرعر في اليوم الفلاني. تمام. والحالات اللي احنا عايزين نعرضها لحضرتك برضه نعرضها بعد الحالات اللي حضرتك كنا عملت لها عمليات. أيوة بالضبط. ونتفق عليها امتى احولها، ومحتاجها على طول تتحول ولا ممكن تستنى شهرين ثلاثه زي ما الدكتور قال. فهو ده كويس. انا راح اتواصل معك يعني يسمحوا لي الاخوان الحضور، راح اتواصل معك شخصيا دكتور مصطفى، لاني الامور الفنيه لازم تكون بيني وبينك انا، يعني بالذات الاشياء المتعلقه بالخلوع الولاديه، البروتوكول المعين. طيب. الريفرنسز اللي احنا نعتمدها في العلاج والاشياء وخبراتكم انتم، احنا نحتاج يعني نتبادل الخبرات في المساله. هي ما هي والله مساله توجيه وكذا، هي مساله تبادل الخبرات واستفاده من جميع الاطراف. عشان نختم بس عشان نختم يا جماعه، بس بقينا بعطيك فرصه. لا معلش، بس بالنسبه للجراحه وانت ممكن تروح من عندهم ويكون عندهم لسه وتتقلل حتى من الويتنج ليست بتاعتك من هنا، ممكن في الشهر مره تعمل برامج. والله احنا نتمنى ذلك إذا الإمكانية هذه بتناقش فيها أنا دكتور مصطفى إن شاء الله على الخاص بعدين، ونشوف إذا في استعداد في مستشفى عرعر وجود الإمكانيات البشرية والإمكانيات المادية لإجراء عمليات الأطفال. إحنا ما عندنا مانع، وجود دكتور مصطفى وأمثاله يشجع كثير أن العمليات تتسوي. الله يخليك. إن شاء الله. أنا عندنا اجتماع بالضبط مع دريات 10:30، لكن خلينا نختم بشيء معين. إحنا اشتغلنا على السيتي سكان وعملنا بروتوكولات خاصة ومطبوعة وجاهزة، لعل اللي تتكلمون انتم في السر ان شاء الله تعطونه هو في العلن ونضبطه ان شاء الله. طيب نقطة مهمة جدا دكتور مصطفى، يعني لو سمحتي لي، انا يعني basically my home unit I'm an orthopedic nurse, you need a nurse with you please, we need a nurse.
صعب. ممتاز، ليش لا؟ لا لا صح ولا صحيح؟ صحيح ولا لا؟ مصطفى العيال تلجبس. صحيح يو ار رايت. تقول اسميثا اللي تحت نادي اسمي. نعم. فيو اساين النيرس وذ يو، ام تيلينج يو ذيس. ان ذا ستيشن هم ذي دو موست اوف ذا ورك، فيتال ساين اسيس ايفري ثينج. طبعا طبعا اكيد يا جماعه احنا نتوفر الناس، احنا باذن الله نحاول باذن الله ان نعطي الرعايه الطبيه باذن الله اللي يلاقيها في التخصص حلاقيه عندكم بهذا المشروع ايضا. طيب. على خلال السنه يكسب الطبيب اللي هناك خبرات اكثر وايضا المريض يثق اكثر بالاطباء الموجودين، بحيث ان شاء الله بعد نعطي مثلا حوالي سنتين تكون تعملوا انتم العمليات هذه كلها باذن الله عندكم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. نقطة الجبس، هل في امكانية ان مثلا تدريب او انها لا عندنا الشباب يعرفوا موجودين؟ لا جبس مش مشكلة خالص. اذا احتاجوا تدريب ممتاز ممتاز. احنا ممكن نتشارك يعني بالخبرة، حتى اتشارك انا والدكتور مصطفى بمقاطع فيديو مثلا لشكل الجبس اللي احنا نفضله بعد العمليات، كيف يتغير، لانه ما راح يتغير الجبس واحد. الجبس الكبير اللي هو الهيب سبايكر راح يتغير البرومستيك كاست في معظم الحالات. فاحنا ممكن نصور فيديو كامل ونرسل دكتور مصطفى بحيث انه يشاركوا مع فنيين الجبس عنده في العياده. نحن اضطرنا عندنا اجتماع اخر الساعه 10:30 ان شاء الله. جزاكم الله خير. شكرا جزيلا. شكرا الله يعطيك العافيه. يعطيك العافيه. نتواصل ان شاء الله قريبا باذن الله. ان شاء الله. على السفياني وشلونك؟ الحمد لله. الله يعطيك دكتور مصطفى. دكتور مصطفى لو سمحت ابغى بس وسائل التواصل معك، رقم الجوال والايميل يرسلونه الاخوان بس للاستاذ اسعد الله يعافيك. حاضر. شكرا جزيلا. يعطيك العافيه. اتواصل معك اليوم انا، مش حسيبك يا دكتور مصطفى. خلاص ماشي فهمت. ممتاز. احنا مش حنسيبك، لازم تجينا هنا ان شاء الله يوم. الله يسهل الامور ان شاء الله. الله يعطيك العافيه. وشكرا لك. شكرا جزيلا. يعطيك العافيه. شكرا. السلام عليكم.